بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا بكم في درس اليوم تحت عنوان قياس السعة (Mesure de capacité). أهداف الدرس هي كالتالي: سنتعرف في هذا الدرس على اللتر وأجزاؤه ومضاعفاته، إنجاز حسابات بسيطة حول السعات. كلكم تعرفون جيدا بعض الوحدات التي رأيتموها سابقا، مثلا نستعمل لقياس الطول المتر، ولقياس الكتلة نستعمل الكيلوغرام، ولقياس المساحة نستعمل متر مربع. فماذا نستعمل لقياس كمية السوائل أو السعات؟ هذا ما سنراه في درس اليوم. عزيزي المتعلم، فلقياس السوائل نستعمل السعة. إذن فالسعة تستعمل لقياس السوائل. لاحظ كمية السائل الموجودة بكل من القنينة والكأس، ولاحظوا جيدا هناك قنينات مختلفة الحجم. لاحظ مثلا فالقنينة الأولى سعتها لتر، القنينة الثانية سعتها 100 مللتر، والقنينة الثالثة سعتها 50 مللتر، والكأس يحتوي على بعض المليلترات من السائل. إذن فالسعة فهي كمية السائل الموجودة في القنينة أو الكأس. إذن ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن السعات مختلفة، وانطلاقا من هذا الاختلاف نستطيع بناء جدول قياس السعة، لأن اللتر هي الوحدة الأساسية لقياس السعة، وله كمثل جميع الوحدات الأساسية التي رأيتموها سابقا له مضاعفات وأجزاء. فمضاعفات اللتر هي الديكاليتر والهكتوليتر، وأجزاء اللتر هي الديسيليتر والسنتيليتر والمليلتر، ونحصل على الجدول التالي: أجزاء اللتر، ومن هنا مضاعفات اللتر، واللتر هي الوحدة الأساسية لقياس السعة. والآن عزيزي المتعلم سنمر إلى التطبيقات. نبدأ بالتطبيق الأول. يحتوي برميل على 95 لتر فاصلة 5 من الماء. عبر عن هذه السعة بالديكاليتر، هكتوليتر والديسيليتر. قم بتوقيف الفيديو وأنجز التطبيق، ولك مدة للتفكير. عزيزي المتعلم، أتمنى، أو كما أقول دائما، أنا متأكدة أنك قد وجدت الجواب الصحيح. الآن سنمر إلى التصحيح التالي: 95.5 لتر. دائما نبدأ بالوضعية الصحيحة في الجدول، لو قمتم بوضعية خاطئة للعدد ستحصلون على تحويل خاطئ. دائما نبدأ بالفاصلة توضع في الوحدة، ونقوم بالتحويل إلى الأول إلى الديكاليتر، لأن 9 ديكاليتر فاصلة 55، بالنسبة للهكتوليتر 0.955، وبالنسبة للديسيليتر سنحصل على 955 ديسيليتر. والآن عزيزي المتعلم نمر إلى التطبيق الثاني. أحول إلى الوحدة المطلوبة التحويلات التالية، ولك مدة للتفكير. قم بإيقاف الفيديو وأنجز التمرين. عزيزي المتعلم، سنقوم بالتصحيح الآن جماعة. نبدأ بالتحويل الأول: 6 لتر 4 ديكاليتر زائد 2 لتر و3 ديكاليتر. سنقوم بالتحويل. أولا نقوم بالوضعية في الجدول: 6 لتر
أربعة ديكاليتر، اثنان لتر، وثلاثة ديكاليتر. ونقوم دائما بعملية الجمع وسنحصل على 78 لتر. ونمر إلى التحويل الثاني وهو كالتالي: 7 ديسيلتر، 4 ديكاليتر، زائد 5 ديسيلتر، و17 لتر. والآن نبدأ أولا بالوضعية: 7 ديسيلتر كما تلاحظون، 4 ديكاليتر، 5 ديسيلتر، و17 لتر. نقوم بالتحويل إلى السنتيلتر. نمر إلى التطبيق أو إلى التمرين أو إلى التحويل الثالث: 22 هكتوليتر فاصلة 65، زائد 3 ديكاليتر فاصلة 412. طلب منكم التحويل إلى الديسيلتر. إذا أولا الوضعية: 22 هكتوليتر الفاصلة في الوحدة، ونقوم بوضع الجزء العشري والجزء الطبيعي. 3 ديكاليتر فاصلة 412. نقوم أولا بعملية الجمع: 2 1 5 زائد 4 9 6 زائد 3 تساوي 9 2 و2. ونقوم الآن بالتحويل إلى الديسيلتر، أي سنضع الفاصلة، ونحصل على 22991 ديسيلتر فاصلة 2. عزيزي المتعلم، قد وصلنا إلى نهاية الدرس. كما أقول لكم دائما، انتهى دوري وجاء الآن دورك، وإلى اللقاء إلى درس جديد.